فاز الجزائري العربي هلال سوداني بجائزة أفضل لاعب في الدوري الكرواتي. السوداني نجح بشكل لافت في أول موسم له في الملاعب الكرواتية بعد انضمامه لدينامو زاغرب قادما من فيتوريا جيمريش البرتغالي، وأحرز 16 هدفا قاد بها الفريق لتحقيق لقب الدوري في محل المهاجم في المركز الثالث لقائمة الهدافين. وذكر تقارير إعلامية أن عددا من الأندية الأوروبية تسعى للحصول على اللاعب في انتظار ما سيقدمه مع الجزائر في نهائيات مونديال البرازيل.